كنا على وشك يصير فينا مثل ما صار بالشعب الفلسطيني، معه خيمه على ظهره وقاعد عم بيبرم بهالعالم لحدا يقبل يستقبله، وما كان في سخفة بهالعالم الا اللبنانيين ليستقبلوا هيك شعب. نحن شعب عنده 6000 سنة حضارة وراه. نحن ما بقى نسمح انه غمر صحراء وحكين جهل يتطوروا على 6000 سنة حضارة. 14 ايلول 1982. اود في بداية مداخلتي القصيرة أن أشكر جميع الأصدقاء والرفقاء الذين تذكروا اليوم أن هناك وطناً احتل منذ 30 عاماً فانتهكت سيادته ودمر بنيانه، وأن آلاف اللبنانيين قتلوا وجرحوا وهجروا من بيوتهم من أجل مصالح فئوية وفردية ومن أجل صفقات مع عدو لم يفوت فرصة منذ وجودي في المنطقة إلا واستغلها للقضاء على ما بقي فينا من وحدة حال ومن كرامة وطنية ومن قدرة على الصمود. أشكر كل وطني منكم أراد اليوم أن يقول نعم للعدالة في القضاء ونعم للعمل بالقوانين وفق التشريعات ولا للاستنسابية والعنصرية والفساد في القضاء وفي الدولة. أقف معكم وإلى جانبكم كما فعلت دائما لإحقاق الحق ولو بعد 3 عقود، وكل فرد منا يعرف ويميز بين الحق هذا وبين الباطل. نقف سوية وقفة عز أمام أحداث قوانين لا علاقة للقانون بها وأمام مستقبل مبهم لا أشاهد عن بعد منه وعبر وسائل الإعلام، غير المطالبة بالحقوق دون جدوى وغير مجموعات من الطلاب والعمال والموظفين والفلاحين المتعبين والتائهين في أرجاء وطن ضائع بين الفساد وفوضى الطائفية. فعلام عفيت في الأمس يا شعب لبنان عمن قتلوا منك أعدادا خجلوا من ذكرها، وعلام عفيت عن قاتل أخيك وأبيك وأمك وولدك الأبرياء إذا كانت شروط عيشك مذلة بهذا المقدار. وهل دم لبنان أرخص من دم عائلاته السياسية؟ علام يلاحقون الذي قتل أحد أمراء الحرب ومشعليها بعد أن دار لسنوات دفة القتل فيها واستجد إسرائيل وأمريكا معها لاجتياح بلاده؟ هل قامت حرب لبنان لأسباب شخصية أم لأسباب سياسية؟ لا يمكنكم أبدا إبرام القوانين غير العادلة باسم الشعب، ولا يمكنكم كيل الاتهامات الباطلة للمخاوفين الشرفاء فقط لأن تواريخكم ملطخة ولأن أصواتكم ترتفع عبر الأثير متى شئتم. إذا لم تكن 30 سنة من السجن والنفي كافية، وإذا لم يكفكم كيلو ب6 أفراد من أسرتي بعد قبل قتلهم ومنهم أبي وأمي، وإذا لم تكن أسوأ معاملة عرفتها سجونكم أيضا كافية، وإذا لم تشبعوا من الكذب طيلة هذا الوقت، فأنا جاهز اليوم للتضحية من جديد حتى تقوم قيامة لبنان.